عارفة. بتعرفي هلا ابراهيم بده يجن لانه كان مفكر انك قصت شعرك. ايه انا شو بدي اعمل لك؟ بدي جننه بعد. هند على فكرة هلا قلي لي صار حيني، انت صحيح عم تفكري تتزوجي ابراهيم؟ بدي اتجوزه ونكيب اهلي. يي اسمعوا هالحكي، في حدا بيتجوز انسان وبيرتبط معه بمصير طويل عريض وهو مش مقتنع فيه نكيب اهله؟ ايه انا. انت مجنونة. لا انا عاقلي، انا مقتنعة باللي عم بعمله. بدك رأيي؟ تفضل. شوفي يا هني، يمكن يكون صحيح انه اهلك فكروا يظلموك لما قالوا لك يجوزوك هيدا عماد ويرغموك، لكن انت عم تظلمي نفسك واهلك باللي اسمه ابراهيم. انت عم تقولي هيك لانك بتكرهي ما بتحبي. لا غلطانة، انا عم بقول هيك لاني انا بحب مصلحتك. تفضلي. في نعم في محل للسر. انا سر بيرغمي شو؟ ورا ابراهيم في سر كبير، وهيدا هالشخصية بفرجينا اياها هون بالمدرسة اكيد منا شخصيته الحقيقية. انا الناظرة ظريفة، انا مني بنت مبارح، انا من اول ما شفته قلت هيدا انسان محتال. شفتي؟ انا مشان هيك بدي اتجوزه. لانه محتال؟ لا لاكشف السر. هنيت اي سر؟ لا اتجوز بقلك. مدام وصل المسيح. عن اذنك. الله معك. ومن الحب ما قتل. صباحو هنود. صباحو. لك شو الوجه الحلو، شو الشعر الحلو، كل يوم بتغيري بيروك؟ كل يوم هديك كانت بيروك، هذا شعر الحقيقي. لا لا هديك شعرك الحقيقي، هاي بيروك. لك عم بقول لك هذا شعر الحقيقي. طيب خليني اجرب. اخ مزبوط، هاي البيروك مزبوط، هاي الحقيقي. طيب هنود شايف الحب ما احلاه هيك؟ بخليك تجي بكير. لا بخليكي تظهري من برا لحتى تشوفيني وينشغل بالك اذا تاخرت. جبت المحابيس. محابيس؟ ايه. ليش رح نلبسهم هون بالمدرسه وبدون حفله؟ لا رح نلبسهم بالبيت. طيب طولي بالك، على شو مستعجله بعد ما طلع الضو؟ بعدين طمنيني شو عتعملتي انت وابوكي؟ اسمع لقلك، انا هلا فايت بمعركه مع اهلي وكله من تحت راسك، اذا منك قد الحمله انسحب من هلا، ما تخليني سود وجهي. فايت بمعركه؟ اسمعوا هالحكي، هلا نحن بدنا نخطب ولا بدنا نفتح بيت قتاليه هنو؟ طيب شو بدي اعمل لك؟ انا بيي هددني، قال لي اذا بتتجوزي بدي اقتله. وان شاء الله انت بعدك مصره تتزوجيني. ايه طبعا مصره، انا قلت له هيك، قلت له بدي اتجوزه حتى لو قتلته. شو بيك؟ سنديني هنود. خفت؟ لو خفت فجر انا بخاف؟ ولو واحد مهددينه بالقتل بخاف كمان؟ تخيلك هنود ما يكون هيدا ابوك على قله تعالى يقوم يقتلني عن جد. اي قتلك؟ مش احسن ما يقتلي معنوياتي يعني؟ اسمعوا الحق، ما تكون انت وابوكي متفقين تروحوني. ولو ابراهيم هيك الرجال، انا قلت رح توقف حدي هلا. وكيف بدي كان يوقف حدك اذا ابوكي بده يقتلني؟ على اي اجرين بدي اوقف؟ جبان. لك جبان وستين جبان كمان. انا من الاول ما كان بدي اياها كلها تزيجي بصراحه. بعدين انا اهلي لحد هلا بعدهم عم بوزعوا مغلي لاني خلقت. يعني ما بتحبني؟ يا حبيبتي بحبك، بس شو بدك موت حتى ثبت لك اني بحبك؟ شو بدك لك ان يجوزوني لغيرك وما صير مرتك؟ ايش فكرك لو جوزوك لالي حتصيري مرتي؟ طبعا مرتك. لكن مرت مين؟ مرت المرحوم. شوفي يا نود، بصراحه انا حبيتك لحتى اعيش، ارجوك اتركيني احبك وروحي دوري لك على واحد تاني يتجوزك ويحمل اللقب الزوج الشهيد. عن اذنك. لوين؟ بدي اروح فش خلقي بهيدي الظريفه اللي وظفتني بالمدرسه وعرفتني عليكي. بريك. والله إذا ما بجننك خليك تكشف عن وجهك الحقيقي، ما بيكون اسمي هند. تفضلي يا ظريفي. أولا بيقولوا بونجور أنسة ظريفة. أنسة ظريفة؟ نعم. إيه بونجور أنسة ظريفة. ثانيا هيدي شو؟ هدي ورد استقالتي من المدرسة. بدك تستقيل؟ نعم بدي استقيل من المدرسة. مي بوركوا؟ ما بدي موت. تموت؟ مين بده يموتك؟ أبوها لهند؟ فوري بدل ما يشكرني
يشكرني لاني حاتزوجها وحخلصه من همه ومن طقه ومن نقه. قال شو؟ اذا تجوزت بدي اقتلني. قال شو؟ ومشان هيك حضرتك بدك تستقيل؟ طبعا، لانه طول ما انا موظف هون حضلني حبها، وطول ما انا ححبها حاتجوزها، واذا تجوزتها حيقتلني، انا ما بدي موت. يا عيب الشوم على الرجال. على كل حال على الموت ما في رجال. خلاص هلا بس تخلص المدرسة بتروح تشتري المحابس، فهمت؟ ترجع بتقلي اشتري المحابس؟ شو الظاهر انت ماضي على موتي؟ بس ظريفي مديلي الاستقالة خلص مديلي اياها. يلا يا هند شو بدك فيه؟ ها؟ هاي مديلي الاستقالة. لا 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 ليه خزقتيها؟ شو اتنينكم قابضين لحتى تروحوني؟ دخلك من شو خايف؟ انا بيي هدول كلمتين هيك زدتن على فورة دمه، بس صدقت رح يقتلك؟ طمن بالك ما رح يقتلك. بلكي رجع بكلامه. انا المسؤولة، بيي قلبه طيب وبحب بنته. وانا كمان قلبي طيب وبحب بنته. انا كنت عم بمزح معه. عم تمزح معي؟ اسمعي هالكلام، حدا بيمزح مع عريس بليلة خطبته هيك مزحة؟ شو ما بتخافي من النتائج المستقبلية؟ أنا كنت عم بختبر إذا كنت بتحبني وقادر تحميني. أيوة شو لقيتي؟ لقيتي حسرة بعد الجواز أنا اللي بدي أحميك. منيح من هلأ عرفتي. شوفي عملي حسابك، قتل، معارك، ضرب، مشاكل أنا ما لي علاقة فيها، من هلأ عم فهمك. لا لهالدرجة؟ إيه، وفي كمان أشياء سرية، يعني عرفتي كيف؟ في أشياء سرية بعد ما قلت لك إياها. شو هي؟ هيدي بتكتشفيها بعد الزواج لوحدك. شو؟ ما بدي اقول لي. بعدين انت دخلك امبارح كيف تتركيني مع ست ظريفي لوحدنا وبتروحي؟ ليه شو اكلتك؟ لا بس ما بتخافي من الاستحقاقات اللي مخبيت لي اياها؟ وحياتك وحياتك انا من امبارح انكتب لي عمر جديد. لو ما ناديت لكل الجيران امبارح وخلصوني من بين ايديها لكنت اليوم حملت عنوان الفيلم عذراء ولا انا؟ ايه انت. وبالعلامه بعد ما ظهرت هند ورا ابوها ما قلتي لي انت دمي ودموعي وابتساماتي؟ لا قلت لك انت كذاب محتال على صفحك او وين برا ولو برا ولو ست ظريف احترميني ولو ست هند منك سامعه كلام والزفر عني انا روح على صفك يلا يلا اجوا طلابك على كل حال سبقيني شوي لانه انا عايز ست ظريفي كلمتين هند اذا بتريدي روحي على صفك انا كمان عايزته طيب عن اذنك الى اللقاء هنود شو بك عم تودعني دخلك مدام ظريفه عايزتني بالنهار وابوك حيقتلني بالليل ما افتكر بقى حنلتقي بهالدنيا كلها جمال هاي جمال 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 اه جب لا شو بدك استاذ ظريف شو بدك ولا كلمة قرب لهون قرب لهون شوفي قرب لهون طيب شوفي ما تمسكيني ما تمسكيني ابراهيم انا قلت لك انت دمي ودموعي وابتساماتي شو مبين بتعرفي تحكي منيح ليه ما تجوزي بعد لحظة على صفك يا عيب الشوم عليك على كل حال هلا انا عم بمزح معك كنت عم بقول قدام هند بس لحتى بعرف اذا كانت بتحبني ولا ما بتحبني ما عيب عليك تنزعلي سمعتي انا انسه تحت نصيبي مشان لحتى تختبر اذا بتحبك ولا ما بتحبك ظريفي تفضل عادي تفضل عايزك كلمتين ضروريات تفضل بتعرفي يعني انا هلا مقدم على حياتي جديده يعني على خطبه بعدين زواج بعدين اولاد بعدين طق ونق بتعرفي انت ابراهيم انا فعلا فكرت بكل هالاشياء وانا بلشت وعم طالب لك بزودة معاش انا ما بحكيك عن زودة المعاش انا كان مطلبي شيء تاني شيء تاني ابراهيم ما تخبي علي بدك شيء دفع على الحساب كمان ما بدي مديات انا بدك تفهميني اشياء انا ما بعرفها لاني مقدم على حياة زواج جديدة مثل شو خليني اشوف شيء شو؟ بلا أدب بلا حياة إبراهيم إذا بعد بتحكي قدامي هيك كلام وبتعلمني إشياء جديدة ما بعرفها رح بلغ الإدارة ولو أستاذ ظريف إذا أنت ما علمتيني مين بدي علمني؟ بعدين خلص أوكي خلص برا قولي ما بتعملي عمل إنساني بحياتي برا خلص برا برا بس أستاذ ظريفي عملي معدلك اليوم بالليل شوفي شوفك لإلك شوفك مشان نروح انا وياك مشان نخطب هند من ابوها ايه على صفك دمي ودموعي وابتساماتي على صفك
بلا حياة. بعد ما خلصتوه يا معلمتي عطيتينا موضوع انشا كتير كتير صعب وبدك انا وين بسرعه نخلصه. ولو ما كل الموضوع بتلخص بكلمتين شرح مفصل عن عائله فقيره. باردون دموازيل مواجفني. تفضل اقرا. ميرسي. ويم وادم وازيل بتفضلي اقرا بصوت سوبرانو ولا باس؟ لا ويا ميرسي. ريغاردي وراء كل عائلة فقيرة زوجة هون انتر بارانتيز امبيسيل يعني مستهترة تبعزئ الاموال على سابوتي فيرجيل الاليني وفساتينها وزينتها والكوافور والمعازيم انكور اتسترا اتسترا. وي انت دخلك ما قدرت تشوف بالعائلة الفقيرة الا صورة امك يا دلوع الماما. اقعد. شفيق ريزان لصات يا ستي يا ستي من بعد عمرك هذه شغلة بدها تفكير تفكير افكار بدك ياني ما فكر واكتب. اعطيني نتفه طوال بس خلص شفيق مشان... لا يا عيوني خلص بدي وصلت تفكير يعني صار في فكر هلا. إيه لا في تقدم فكر حبيبي فكر. ايه فكر ايه فكر. جان نعم مادموزيل خلصت؟ نعم سمعنا تنشوف. انا اعرف عائلة فقيرة الزوج فقير والزوجة فقيرة خادمتهم فقيرة سائق سيارتهم فقير السكان الذين يسكنون بأملاكهم فقراء ابنتهم التي تدرس في فرنسا فقيرة. هذه هي؟ نعم هذه أوصاف عائلة فقيرة يا جان؟ نعم هذه أوصاف عائلة. في عائلة فقيرة بالعالم عندها صانعة وعندها سواق وعندها سيارة وعندها أملاك وعند أولاد عم تدرس برا؟ لا في كتير من العائلات مغطية بشة. بس هاي الأوصاف اللي عم تعطيني هاي أوصاف عائلة غنية. لا لا فقيرة لأني أنا بعرفهم. مين؟ بيت عمي بيت حمية. بيت حمية أغنية يا حبيبي لأنه الفقير أنجأ يعيش حاله. أقولك هيك؟ طبعا حتى أسأله أنت تشوف. الحق علي مقصوفة العمر مرتي. ليش مرتك قالت لك إنه أهلها فقراء؟ وحياة عيونك كل ما أبعتها لعندهم تجيب لك كم قرش تنعيش فيهم ترجع لعندي عن تبكي بتقلي يا حرام عشية الدين ومني 100 ليرة تيتعشوا فيه. يا دلي عجادتك يا دلي. شفيق بريزان خلصت هالأطروحة؟ نعم سمعنا يا تنشوف. هادي قبل ما اتزوج كنت غني وبعد أن تزوجت أصبحت فقير. قبل أن تولد لي زوجتي 6 أولاد كنت غني بعد أن ولدت لي زوجتي 6 أولادا أصبحت فقير. قبل أن نبعث الأولاد إلى المدرسة كنت غنيا بعد أن أرسلت الأولاد إلى المدرسة ودفعت الأقساط أصبحت فقيرا. خلصت؟ بعرفي يا معلمتي. نكمل. قبل ما اشتري السيارة قبل ما اشتري سيارة كنت غني وبعد ما اشتريت السيارة وارتفع سعر البنزين خلاص خلاص غلط غلط غلط. انتو حتجيبوا لي اخرتي. تفضلوا افتحوا الكتب على الصفحة 8 بتلاقوا شرح مفصل عن عائلة فقيرة. حد فتح كتابك يوسف. حضرتك فتح كتابك. مادموزيل شو؟ بدي خبرك خبريه بس ما بيسوى تزعلي. ان شاء الله ما جبت الكتاب معك. بالحقيقة كنت جايبه
بس لقيت واحد صاحبه معه مجلة فيها صور حلوة، قمت بدلتها بالكتاب. تبدل كتابك بهيك مجلة؟ يا عيبي شو عليك؟ بس ما خليته يضحك علي، خدت منه ليرتين فرق الكتاب. جان قوم خذ المجلة ردها لصاحبك ورجع جيب كتابك. أبقدر. ليه؟ لأني صرفت الليرتين. لا مش معقول هيك، مش معقول هيك. أمري لله، قوم قوم اسحب كرستك وعود حد يوسف. يلا يلا خلصنا، اسحب كرستك وعود حد يوسف اقرا معه كتابه. لا باردون مدموزيل حبيبتي، أنا ما بغيت بخصون يقرا لي بكتابه. ليه طابرني؟ بيأكل لك الحرام؟ لا حبيبتي طن، لأنه بتهغب لي بنات أفكاري وبشغل لي سنتيمنتال من راسي. يوسف خلص ما قلت لك طلعت ويا سوا خلص. بس انت وياه بس شوفي مدموزيل، الصفحة 7 قبل ولا الصفحة 9؟ لهلا ما بتعرف السبعة قبل ولا التسعة جان؟ دموزيل باردون جو سي، أنا بعرفهم. ايه وبعد للعشرة لشو؟ سي طبعا صوت معتدل. ايه معتدل. واحد ايه ثلاثة كاتر سان سيس سات ويت نوف عشرة. وانت قوم عد للعشرة لشوف. عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد. وليه عم تعدوا بالمقلوب يا جان؟ أحسن ما تفكريني نقل عنه. رفيع حد حد تفضل. بونجور مادموازيل هنت. أهلا مدام، أهلا وسهلا. بيظهر معرفتي؟ لا ما تشرفت بمعرفتك حقيقة. احذرك. مرتو لجان؟ لا أمه ليوسي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. هيدي المامي ولا؟ إيه شو هي؟ عاصمة أمريكا؟ أمريكا. هذا محل أبو عبد. حاضر أستاذ. شو هي عاصمة أمريكا؟ ياي كانت على رأس لساني. أبو عبد خليك معي. نعم. فكر وجاوب، شو هي عاصمة أمريكا؟ يا الله امبارح قالوها بالاخبار. طيب حساعدك وهين لك السؤال. نعم. عاصمة امريكا فيها واطن واطن. شو هي عاصمة امريكا؟ جرس. الله يجرسك يا ابو عبد. جرس عاصمة امريكا. ما انت قلت لي انه فيها طن طن طن. إذا كان طن بيكون جرس بيكون واشنطن. واشنطن مزبوط مزبوط يا أستاذ، ما قلت لك امبارح سمعتها بالأخبار. أنا مرة بس اسمعها احفظها. قعد محلك بيرو. نعم. شو هي عاصمة السودان؟ عاصمة السودان؟ أيوه عاصمة السودان. بيّن لك السؤال؟ إيه. عاصمة السودان اسمها مثل اسم شي طالع من الفيل. شي طالع من الفيل؟ طالع من هون هيك، طالع من الفيل. شي طالع من الفيل؟ شو اسم عاصمة السودان؟ طالع من الفيل. سن الفيل. سن الفيل؟ سن الفيل عاصمة السودان؟ شو لك يا؟ عاصمة السودان اسمها خرطوم يا بلا خرطوم. حضر حضر. أماليا. نعم أستاذ. شو اسم عاصمة السنغال؟ لومومبا. لومومبا؟ ايه. أنا بحكيك عن اسم الحكام، بدي اسم عاصمة السنغال. العاصمة شو؟ أستاذ هلأ جبت أصعب سؤال وجيت تسألني إياه. بالعكس أنا سألتك سؤال كتير هين، لأنه هيدا السؤال هين كتير وأنت كل يوم بتردديه 50 60 70 مرة. أنا بردده كل يوم. وعندك منه بالبيت.
شو اسم عاصمة السنغال؟ عندك منه بالبيت، جاوبي. عرفتها، طنجرة البخار. اسم عاصمة السنغال طنجرة البخار؟ بيشلح كيف تطير البخار لبراسك هلا؟ فكري يا بنتي، فكري فكري وجاوبي. استاذ الله بخليك، هي لي السؤال شوي مثل ما هي انتلون اياه لالهم. طيب هي لك السؤال بس فكري وجاوبي. ها ايه، يعني بيك تقولي جوزي فرع من الاسم. يي وشو خاص جوزي بالعاصمة؟ ما عادة يعني هو اسم العاصمة بيطلقوه على 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 الرجال عادة، عرفتي كيف؟ ايه. شو اسم عاصمة السنغال؟ عبد الله. بك عبد الله اسم عاصمة السنغال؟ وجوزي اسمه عبد الله. لك شو خاص عبد الله بالسنغال؟ راجعي حبيبتي كف عن نفسك، عن جد نفسك. انا سكتي بقى، تعلميها. شو هي؟ عاصمة السنغال اسمها ذكر. يا ذكر يا شو هين ياي، وليه ما حفظتيها وقلتيها؟ استحيت. عجل 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 بس عجل. بيرو. نعم. عم بسألك اسماء خمس بلاد، بدك تقلي شو هي اهم انتاجاتها المحلية ومشهورة فيها. ايه عارف السؤال كيف. ايه ايه الخليج. بترول. برافو، زقفولو. إلك عندي سوسات. برافو. مصر. مصر مصر رقصات. رقصات من أهم إنتاجات مصر. إيه والفنانين. والفنانين؟ إيه. لا يا حبيبي غلط. القطن. القطن يعتبر من أهم الإنتاجات في مصر. قطن مصر. القطن. إيه. إيه. اليابان. بنات الجيشة. بنات الجيشة من أهم إنتاجات اليابان. أهم الجيشة لا الإلكترونيات، الأشياء الإلكترونيات، الترانزستور يا ترانزستور. إيطاليا. إيه هذي بعرفها، هاي بعرفها. برافو. بعدين بتعرفها أولى. المعكروني وصوفيا لورين. صوفيا لورين هيدا اللي شغل بالك أنت باز؟ هيدا اللي شغل بالك؟ طيب طيب أنا بدي أسألك سؤال. تفضل سؤال. لبنان شو أهم إنتاجه المزدهر؟ ولو التفاح. غلط، سرقة السيارات. قعدوا محلاتكم، قعدوا محلاتكم كلكم، افتحوا كتبكم لشوف. افتحوا كتب. أنت افتح الكتاب بالأول. أنا افتح كتابك أنت لشوف. أنت افتح. افتحوا على الصف. مين فخخني؟ مين فخخني؟ انت فخخني؟ انت فخخني؟ ما انت متفخخة؟ انت متفجرة مترقلة؟ فخختوني؟ وانا فضلك. من فضلك. نعم قلتي لي قلي من فضلك. عم قلك من فضلك. بيظهر ما عرفتني. لا لا ما تشرفت بالمعرفه مدام. انا امه ليوسف. امه ليوسف. اهلين، كيفك مدام؟ كيف صحتك؟ كيف يوسف؟ منيح يوسف؟ تعرف يوسف هو اللي مسافر بالايام. مين يوسف؟ ابنك. ابني يوسف عم بيتعلم عندكم هون بالمدرسه. يوسف دلوعة. هو بزيته. لك اهلا اهلا بالدلوعة. يا شو حربوه. ليه ما قلتي لي من الاول انه حضرتك امه ليوسف مدام؟ تردون ليه؟ يعني كنت من الاول يعني عرفتي كيف، اذا غاب بعطي 10/10، اذا غلط بالدراسة بعطي 10/10. لهالدرجة؟ طبعا اللي عنده هيك ام لازم ياخد 10/10. يا نوسك. استاذ ابراهيم. نعم. بس تخلص صفك ما تنسى توصلني على البيت. عراسي عراسي، تعرفتوا على بعض؟ حضرتها مدام جيزال امه ليوسف دلوعة. مش معقول كمان اسمها جيزال؟ مش معقول. وليه مستغرب دخلت؟ لانه اسمها بيذكرني بالدي اللي ولدت على ايدها. كيف يعني؟
روح على صفك هلا. مدام تفضلي تدلك على اوضه الناظره. عند اذنك يا ابراهيم. ياي اسمك شو موسيقى. تفضلي مدام، حدت الناظره مشغوله. تفضلي. بتغار هالنور، بتحبني بتحبني شو بدك؟ ولو ولو دقي على الباب على القليله. نقصتك؟ الو الو، ليش انا بس اللي نقزت؟ التليفون نقز وانقطع الخط. حضرت الناظره ست ظريفه، مدام جيزيل امه ليوسف دلوعه. اهلين مدام. اهلين اهلين، شرفنا ست ظريفه. اهلين، تفضل ارتاحي. ميرسي. ست ظريفي، أنا امبارح طلبت من التلاميذ إنه يجيبوا أهلهم معهم اليوم، فمدام جيزيل شرفتنا بناء لطلبي. ونعم الطلب. أهلين مدام. أهلا وسهلا فيك. بتعرفي مدام، عادة اللقاء بين إدارة المدرسة وأهالي الطلاب هيدا شيء ضروري جدا، خاصة وأنه طلابنا الأحباء بحاجة ماسة إلى رعاية واهتمام كبير. وأنا شو المطلوب مني؟ المطلوب مدام جيزيل أنه حضرتك وحضرت أبو يعني بالبيت من ميل، ونحن من ميل بالمدرسة، هيك منتساعد سوا وبيطلع الطالب مستفيد أكثر. ما توخزيني من مازال هند، أنا لو كان عندي وقت بالبيت ما وديته على المدرسة. إيه بس بصراحة مدام، ابنك راسه مسكر على الرقص والبارتي والغنج. بيظهر مدلعينه يعني زيادة عن اللزوم. الحق على بيو، ضل يدلعوا لنزعه. طيب وحضرتك ليش ما بتهتمي فيه وبتنبهيه؟ ما أنا كمان ما عندي وقت. ليك تشتغلي؟ لا، بلعب 14. وين وين؟ وال 14 بدها تفرغ كل النهار يعني؟ شو كل النهار؟ اوقات البارتيتا ما بتخلص لنص ليل. ايه ما حق سألي. طيب وبيو وين؟ مسافر؟ لا، بيو هون بس عايش لوحده. يعني منفصلين. بتعرفي بصراحة مدموزيل هند، من وقت ما تجوزنا وهو ما بيفكر لا فيي ولا ببيته ولا بولاده، ما بيفكر إلا بشغله وبس. وشو بيشتغل؟ عنده سرك القمار. والنعم والنعم، يعطيه العافية. مشان هيك الصبي مش قادر يركز وراح يطلع ولا راح يطلع منه علم. طيب وليش أنتوا ما بتعلموا؟ مدام جيزيل المدرسة بحاجة لطالب يقدر يستوعب العلم، يعني مش مثل ابنك بتسألي عن أفلاطون بجاوبك عن ترافولتا. صح. بعدين مدام، الطالب بحاجة لانتباه بالبيت كمان مش بس من المعلمة وبالمدرسة. شو يعني؟ يعني بينك وبين بيو طالع معتر مصطوق مثل بيو. ما نحن مشان هيك انفصلنا. مدام يعني انا بدي اقول لك شيء، وانا جدا سوري، انا بطلب انك تشيلي هالولد من المدرسه لانه كل قرش عم تحطي عليه عم بيروح هيك دعاء. بس انا عندي فكره تانية. شو هي؟ كنت عم فكر اني اجيب له استاذ يعطيه دروس خصوصيه بالبيت. فكره عظيمه، برافو. بقى شو رأيك انت ست ظريفي، اذا بتلاقي لي شي استاذ كويس يجي يساعد لي هالصبي بالبيت شوي؟ موجود موجود مدام، في عنا الاستاذ ابراهيم، مؤدب وادمي، وبعدين قد ما بتعطي ما بيسأل. طب ليش ابراهيم؟ لان المدام طلبت استاذ ما طلبت معلمه. لو طلبت معلمه كنت بعتك لالك. لا 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 لا، انا ما بدي معلمه، بدي معلم لانه الصبي مهروب، واذا شاف المعلمه بده ينهرق اكثر. لا 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 مدام، ما بدنا نهرق ابدا، كوني مطمئنه. هلا انا رح احكي الاستاذ ابراهيم بيتفق مع يوسف وبيروح معه اليوم يبلش له بالدرس. ولو يا ست ظريف اليوم. ليش شو في اليوم؟ اليوم خطبة. الخطبة عشية.
اوكي مدام اتفقنا، ان شاء الله ما بيصير الا الخير. ميرسي. الله معك. تكرمي تكرمي مدام. اوروار. اوروار. اوروار مدام. مادموزيل من فضلك. لكن بنفرح فيكي برجوع جوزك على البيت. ولا بس تصرفة؟ ما لقيت غير ابراهيم تبعتي لي اياه؟ ليه؟ انت ضد انه الصبي يستفيد؟ انا ماني ضد انه الصبي يستفيد، بس هنودة خايفاني على ابراهيم. منا من اللي متلاقي؟ اطمني بالك وما تخافي. كيف ما بدي خاف دخليك؟ الولد دلوع وهي مهروقة وجوزها تركها وفايلين. تعرفي انا مطرحك بروح معه. والله هيك رح اعمل. ولك اتركيه، اتركيه يشتغل، اتركيه طلع له قرشين، بلكي بيطلع له شي سيارة مثل الخلق، حجم قضاتية انت وياه على موتورسيكل هتلر. شو هيدا؟ شو هيدا؟ الله لا يعطيكم العافية يا رب. من هلأ بلشتوا بالسياسة؟ ده طولوا بالكم بالأول لحتى يكبر ريشكم وبعدين لتفكوا الحرف بعدين اقروا سياسة. هي ولك هي من هلأ بلشتوا بالسياسة؟ شو عم تقرأ تيرو؟ ما عم بقرأ السياسة. لكن شو عم تقرأ؟ عم شوف أخبار المجتمع. أخبار المجتمع؟ وعم بتفرج على صور ملكات الجمال. في صور ملكات الجمال بالجريدة؟ ايه بالجريدة؟ ايه بالجريدة. فرجيني يوم فرجيني يوم. وين؟ شوف. ها ها ايه هاي ملكة جمال؟ ايه شو هاي لكن؟ لهيدي تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا. عم بقول انا وكيف انتخبوها ملكة جمال؟ ايه منا ملكة جمال. لكن ها هاي ملكة جمال؟ اجمال هاي باندرا نايك رئيسة وزراء سريلانكا. ايه طيب وها هاي؟ ايه هيدا شاب مش بنت. شاب؟ ايه شاب. ليش مطول شعره؟ لأنه ناعم مثل حضرتك. أبو عبد بور أستاذ. اسم الله عليك، اسم الله عليك يا أبو عبد. اللي بيشوفك فاتح الجريدة بيقول اسم الله عليك، فلتت زمانك. كيف؟ ما لبقت لي الجريدة بإيدي؟ لك ريتها ما تبلى يا رب. بس طمني، صرت تعرف تقرا يا أبو عبد؟ ايه بيمشي الحال. بيمشي الحال؟ نعم. ولا عم تتفرج على الصور مثل بيرو؟ لا عم برا. عم تقرا؟ ايه سمعني لشوف. ها اسمع. فلتان فلتت الشاط، كحيان وقع على سكة الدهر، طنبوزة دفعت ليرتها بالعشر. طيب شو هدول عم تقراهم؟ احصلي بالسبق استاذ. هلا انت عم تقرا عن السبق؟ محسوبك لعيب بريمو. يا عيب الشوم يا ابو عبد. وانا كنت بفتكرك جاي على المدرسه حتى تتعلم وتصير بني ادم، جاي على المدرسه حتى تلعب بالسبق وتخسر مصرياتك يا ابو عبد. استاذ نعم. لا تزعل مني، انا لولا السبق ما جيت اتعلم. طب ليه؟ لاني بعرف ثلاث اربع سياس من ورا السبق بيعطوني تعليمه، منروح بدنا نلعب الله وكيلك بنخسر مصرياتنا وبنظهر من الصبعه بناكل كعك بزعتر. ومن هيك عم تيجي على المدرسه؟ شو بتعمل؟ ايه لا اماليا. نعم. وانت شو عم تقري كمان؟ اكيد عم تقري عن شي سوبر ماركت جديد فتح، شي سوق خضره جديد فتح، ولا لا؟ غلطان استاذ. لكن شو عم تقري؟ عم بقرا الصفحة الرابعة. الصفحة الرابعة؟ نعم. يعني صفحة المشاكل والضرب والقتل والسرقات؟ نعم استاذ. ليه انسرق لك شيء؟ لا بس عم شوف إذا اسم جوزي نازل بالجرايد. بتكون جوزك شيء مهم كتير حتى الجريدة تنزل له اسمه. أوه أنت ما بتعرف شيء عن جوزي، اسأله. ليش شو بيشتغل جوزك؟ يعني بيشتغل بوليسي بيكمش الحرامية؟ لا حرامي البوليسية بتكمشه. اه وجوزك حرامي. حرامي. وما اكتشفتيه حرامي الا بعد ما تجوزتيه؟ اخ شو بدي اعمل، ما عرفته حرامي الا بعد ما تجوزته، بس شو بدي اعمل ما قادره اتركه. ليه؟ لانه سرق لي قلبي. بدك يبعث لك مين يسرقك بليله ما فيها ضوء قمر. عم عبدو؟ عم عبدو؟ لوين؟ لوين؟ على البيت؟ حصيد؟ حصيد؟ عم بسألك رايح على البيت؟ على البيت؟ عالصيد؟ عالصيد؟
عصيد عصيد بقول لي انت رايح رايح عصيد على البيت على البيت الله معك ادي ادي اتعلم ولا 60 عمره ما يتعلموا بالنتيجه كلهم راح يتعلموا بتقولي هيك يا سيدة خليفة بكره اذا سقطوا بالامتحانات الاداره حتحط الحق علينا واهلهم اهلهم شو بدهم يعملوا فينا بتعرفي يا هند ما بقى في قدامي الا حل واحد وهيدا الحل يلي راح يفيد شو هو الرجل الالكتروني الرجل الالكتروني شو جاي يعمل؟ جاي يعلي؟ يعلي؟ بيظهر عشرتك لابراهيم عديتك هبلنة ملو يا سيداريف طبعا مستفهم شو صار؟ الرجل الإلكتروني حبيبتي عبارة عن رجل حديدي على الكهرباء ضرب وحدة منه بتودي على المستشفى على طول ايه وهذا لشو جاي بتي دخلي؟ للطلاب الكرام لأنه لا العصاية نفعت معهم ولا الفلق نفع معهم ولا الزربة كل النهار بالمدرسة خلتهم يفيقوا ويتعلموا دروسهم ما بقى فيه غير القوة الخارقة بس حرام يا ست ظريفة يحرم جلدهم عن عضمهم نحن مش حرام ليش فكرك طلابك بيلقوا ضربة واحدة من الرجل الإلكتروني اللي عم تحكي عنه ما بقى فيه غير هالطريقة أبدا لازم ينجحوا لازم ينجحوا وإلا سمعتنا كإدارة ومعلمين ومعلمات صارت بالأرض وعلى شو عم تضحكي؟ لا بقى بدي اسألك بس دخلك هذا الرجل الإلكتروني مبرمج ضد الطلاب بس؟ لا مبرمج ضد كل إنسان بيذنب طيب ست ظريفي شو رأيك لو تجمعيني فيه هيك عجنب بالسر؟ لا تخربتي؟ لا يا ست ظريفي لا بدي أعلمه على إبراهيم حتى ينتقم لي منه إذا يعني عذبني ما بفتكر طب شو بتخسري خلينا نجرب نسألي مجربة أنا نسيته فكريك جربته حبيبتي قبلك برمجته ضد المدير يلي مشعلقني بحبه سنين وسنين إيه شو صار تعرفي شو صار شو صار طرقني كاف بعد طعمته تحت الراسي لهلا ألو ألو ست سوريا تسلميلي بعتيلي فنجان قهوة على ذوقك للستين لهون على مكتبك وكبيت مي وحياتك وكبيت مي وحياتك هلا مر شو صار عنا قهوة بالمدرسة؟ لا هيدي جارتنا سوريا هون ايه بتعملنا قهوة آخر الشهر من حسابها طب وليه ما عملت هيك دخلك من الأول؟ خلقني تقوم روح طمن الطلاب بالمفاجأة وشوفوا شو عم يعملوا طب شوفيهم على التلفزيون هند إيدي بدي قطعهم يلي قطع لي شرايط التلفزيون ايه مين قطع لك شرايط التلفزيون ليش في غير عريس الهنا